تقول قد يصاب الإنسان بمشكلة معينة أو يصاب بمرض معين، لكنه لا يلجأ إلى الحلول الدنيوية الحلول المعروفة، وإنما يكتفي باللجوء إلى الله عز وجل، صدق اللجوء إلى الله عز وجل. هل هذا من تمام التوكل أم هو من عدم بذل الأسباب؟ هل هو ممدوح أم مذموم؟ فيما يتعلق بالتداوي وصلة التوكل به، التداوي أخي الكريم على مراتب ودرجات وليس على درجة واحدة. التداوي من الأمراض التي إن تركها قد يفضي ذلك إلى هلاكه، والعلاج محقق النفع. جمهور العلماء على وجوب التداوي في هذه الصورة، لأن تركه يفضي إلى هلكه. مثال ذلك لو وقعت آكلة في يد الإنسان وثمة علاج يوقف ذلك، فإنه إن تركه هلك. فذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب التداوي، مثل مثلا الزائدة، الأمراض التي يعلم أنه إذا أخذ تداوى أو أخذ علاجا أو صار التدخل الطبي نفعت، فجماعات من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب. وأما التداوي فيما هو محتمل النفع وقد يكون النفع فيه غالبا، فهذا ليس واجبا، إنما اختلفوا في استحبابه، هل يستحب التداوي أو يستحب ترك التداوي. وقد ترك التداوي جماعات من أهل العلم وأهل الفضل من سلف الأمة، وآخرون أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. التداوي بما هو موهوم، أي بالعلاجات التي يتوهم حصول الشفاء بها وهي ليست من أسباب الشفاء، فهذه بالتأكيد أن التداوي بها لا يجوز. ومن ذلك تعليق الحجب وتعليق المعلقات على الأيدي أو الصدور أو نحو ذلك لمعالجة أمراض يتوهم أنها تذهب ما بهم مما يخشون ضرره. فهذه مراتب التداوي وهذه درجاته. وفي الجملة ما إذا ترك الإنسان التداوي ولجأ إلى الله عز وجل فإن ذلك سائغ، وقد فعله بعض أهل العلم، وذلك أن الدواء لا يتعين بعلاج بعينه، إنما الأمراض قد تتنوع أدويتها، ومنها ما دواؤه نفسي ويتغلب على الإنسان بما يلقيه له في قلبه من صبر وقوة تحمل فيذهب، ومنها ما يذهب بنفسه دون سبب من الإنسان. وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله: ليس في التداوي ضرورة، بناء على هذا الأصل، إنه من الأمراض ما يذهب بنفسه، من الأمراض ما لا ينفع فيه علاج مما يعرفه الناس، وبالتالي ليس ثمة ضرورة، إذ الضرورات يشترط في إتيانها أن يتحقق اندفاع الضرر، وألا يكون ثمة سبيل للاندفاع إلا ارتكاب هذا المحظور فيما إذا كان الدواء ممنوعا. أما ما يتعلق بالتوكل، لا شك أن أعظم ما يعمر القلب وينفع البدن ويصلح حال الإنسان في كل مطالبه أن يثق بالله جل في علاه، وأن يفوض الأمر إليه. وهذا لا يعني أن يعطل الأسباب، بل فيما يتعلق بالتداوي على وجه الخصوص الأسباب محتملة وليست يقينية، ولهذا جاء تركها عن بعض أهل العلم، واختار ذلك جماعات من أهل العلم. وبعضهم قال التداوي مباح وليس واجبا ولا مستحبا، كما ذهب إليه المالكية والحنفية. المقصود أن التداوي باب خاص فيما يتعلق بالتوكل، لأنه ليس ثمة يقين أن هذا السبب يؤدي إلى هذه النتيجة. لكن في الجملة ليس ثمة تعارض بين التوكل وبين أخذ الأسباب، بل أخذ الأسباب من تمام التوكل. ولهذا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين ذراعين ولبس المغفر في لقائه مع أعدائه صلى الله عليه وسلم في القتال، وكل ذلك تصديقا للتوكل، لأن التوكل هو اعقلها، افعل السبب الذي يوصل إلى الغاية والمقصود، وتوكل واقرن مع هذا الفعل الأسباب تعلق القلب بمسببها الذي إذا شاء كان
وما لم يشاء لم يكن سبحانه وبحمده.